دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح مع دينا شرف في جولة لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اتفضل يا دينا. شكرا لك يا منى، أهلا بكم في جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا، ومنتخب مصر اللي حقق الفوز على المنتخب التنزاني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية باستاد القاهرة قبل السفر إلى كوتيفار للمشاركة في أمم إفريقيا. سجل هدفي منتخب مصر في تنزانيا الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح في الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة. منتخب مصر لكرة اليد فاز على المنتخب النرويجي بنتيجة 28-23 في ثالث مواجهات الدوري الذهبي المقام بالدنمارك، ده في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري. فريق ليفربول الإنجليزي تأهل لدور ال 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2-0 في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل لدور ال 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على هيدرسفيلد تاون بنتيجة 5-0 في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي. فريق نابولي خسر امبارح امام تورينو بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجوله 19 من عمر مسابقه الدوري الايطالي لكره القدم. فريق ميلان فاز على فريق امبولي بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجوله 19 من الدوري الايطالي، وبالنتيجه دي عزز ميلان يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 39 نقطه، بينما تجمد رصيد فريق امبولي في المرتبه 19 برصيد 13 نقطه. وبكده خلصت جولتنا الرياضيه، هرجع مره تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.